يقول ما حكم الوجود في التجويد؟ التجويد مأثور، فقد أخذ الناس القرآن يعني من الطالب إلى الشيخ ومن الشيخ إلى الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صار فيه بعض الناس يتكلف بمخارج الحروف تكلف واضح. القرآن رب العالمين يقول وقد يسن القرآن للذكر، غير معقول الله أنزل الفاتحة حتى وأوجب قراءتها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والأعجمي، وهي بهذه الطريقة ما يستطيع واحد يتجاوز بسم الله الرحمن الرحيم، يأتي بعض القراء يمكن ساعتين أو درسين هو يصلح في بسم الله الرحمن الرحيم، إيش معقول هذا؟ فهذا ذمه بعض العلم، قال حتى أن بعضهم يخرج حتى يخرج الحرف من مخرجه، لأنه إذا كان بالحلق قال يكاد أن يخرج معه نخامة مثل ما يقول إيش عشان تطلع الخاء. لا ليس هذا يا أخوان، القرآن يقرأه الكبير والصغير والعربي والعجمي بهذه الصعوبة ما يعرف إلا بعض الناس. أما إنسان يقرأ القرآن ويجوده وأهم من هذا أن يضبط الشكل، ما ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويجر المنصوب، هذا غلط، يختل المعنى بعد كثير من المرات. يقرأه قراءة متيسرة، وأحسن الناس قراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من إذا قرأ القرآن رأيته يخشى الله. وبعض الناس يعني هذا الآن ما لم يعد خافيا، أن كل شيء أصبح اليوم بالصوت والصورة، تجده محششين، دخانهم حشيشهم والله الله يطلع على الصوت، ما يدري الآيات هذه عليهم ولا لهم، فهذا خطأ كبير، صلى الله عليه وسلم.